التي ثباتيه في المستوى، وكنتمنى واحد سعيد فريق الرجاء البيضاوي، وكنتمنى لحد سعيد حتى للرئيس، يعني الرئيس الجاي وعارف راسو اش كيدير وباغي واحد باغي يحقق النجاح مع الرجاء البيضاوي. وكنتمنى عاوتاني بالنسبه للانتدابات، كنعرفوا ان السوق الانتقالات هي سوق وازنه، يعني كتبغي واحد السيوله ماليه كثيره باش تجيب واحد اللاعب وازن، راه خاصك فوق مليار. وحنا كنتمنوا هاد الفروق اللاعبين اللي غادي يجيبوا من البدراوي يحقوا المبتغى، وعلى الاقل يكونوا عشي راس حربه. كنتمنوا شي مهاجمين يكونوا في المستوى، لان المهاجم راه اش غنقول لك، بان المهاجم راه هو اللي هو الفريق. الا كان عندك واحد المهاجم قوي راه الفريق دائما كيكون في القدام، ويكون الدفاع حد الان ما لقيناش اللي غادي يخلفوا اللاعبين اللي مشاو بحال مارونغو والرحيمي بانو، راه ما لقيناش الخلف ديالو. كنتمنوا هاد اللاعبين اللي جاو يكونوا احسن في المستوى، وكنتمنوا واحد صعيد لفريق الرجاء البيضاوي. بالنسبه ل 11 لاعب راه جو بونس كافي، راه كدوا على 11 لاعب كدوا على فرق، ولا كانوا انتدابات الفريق الرجاء البيضاوي خاص يكونوا لعابه لعابانيش مزيان اللي غادي يجيو وغيعطيو، كانوا غايجيو بقاو دكه البدلاء، ما خصهمش يجيو بقاو بحال هادشي مفرقاش، ولا شي غايجيو كاع. واللاعب اللي غايجي خاصو يتقاتل باش يدير سميش، كان مثلا جابوا المدرب باش يكون تروازيام شوا ولا دوزيام شوا، خاصو يدرب وهادي ويعطى الجهد اللي عنده باش تولي واحد المنافسه. ملي كتولي منافسه في المراكز راه اللاعبين كيعطيو اداء افضل. الا لاحظتي فيما شي مركز كتلقى فيه هاد اللاعب ضامن انه تيشي لاعب ديما، راه ما كيعطي صافي، شكون غيعوضني انا؟ شكون؟ ما كاينش شي واحد غينافسني. والله ما انا نخدم ما نخدمش، المهم انا راه ضامن الراس. وكاين شي لعابه خاصهم يمشيو، ضربوا دي زاني في الرجاء عطاو اللي عندهم صافي، الله يجعل البركه. تباعوا هذيك ما تباعوش يمشيو بحالاش، تعلم تولي دو على اللعابه فهمتي، صافي عطاو اللي عندهم الله يجعل البركه. بالنسبه ل 11 انتداب راه الا ما كانش موفق راه كاين الضيف والشا، خاسر فلوس بتجيب لعاب باش تعطي واحد المردوديه، وفي الاخر تجيب تخليها محطوط، ما بلام والو. الحمد لله كل شيء مزيان، لعابه مزيانين بكل صراحه. خباب المقدم لعابه كانوا فروق ديالهم، هل هاد خباب كانوا الجمهور ديالهم يقلبوا عليه شحال هادي كاع خباب 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 وصداعه وجذبه. الحمد لله لعابه زوينين وغادي خصهم شي حاجه ديال ليزافريكا شي افا سنتر. ومسيد راه خدام فهمتي، اي حيلو عندك صحاب الله يربي الله يتابع لنا فهمتي. هذا هو الفيلم، اللعابه كلهم مزيان الصراحه، انتدابات ما حلها، خصهم عاد شي توب بوست باقي اللي مثلا شي باسنتر شي حاجه. المهم كاين ولاد المدرسه، الرجاء راه كاين ولاد المدرسه، شو دابا البطوله باش لعبت الرجاء هذا العام، هذا اغلبيه 8 لعاب ولاد المدرسه، وتخلصوا الدوزيامي راه دوزوا سنه مزيانه. خصنا شي افريكا شي حاجه راس الحربه كما كنقولوا حنا، شي راس الحربه. والسيد راه خدام، يخليو السيد خدام. كاين دوك المرايقيه دابا فهمتي، هما اللي تابعين دابا الرجاء، كيبغي يجي شي لعاب كيمشيو يتلقاو ليه فهمتي، هادي لا هادي هادي الى اخره. الحمد لله داك الشيء، حنا فرحانين كاع جماهير الرجاء فرحانه بهذا الشيء هذا. في المستوى خاص غير بعض قلب الهجوم، وخصوصا باقي المشكل ديال الانتدابات، كاين ثلاثه لعابه اللي خاصين، وان شاء الله ما يكون غير الخير. الشيخ المدربين هذاك، ومن تيكون في قمه بنزرتي تتعرف بان تيكون البيت الرجاوي في لهنا، ويعني غادي يشطب بزاف اللعابه اللي ما غادي يكونوش في مستوى غادي. ونتمناو تكون الشبابيه يرجعوا من المدرسه ديال الرجاء احسن. المكسب ديال الرجاء فاشل، واول فشل ديالو هو المدرب الوزارتي، مدرب لا علاقه له بالتدريب، ما يمشي في المستوى ديال الرجاء، هذا هو اول فشل. والفشل ديال المكسب اللي خلاو الناس الاول، وكنتمناو هذا المكسب يكون في المستوى، ولكن كيبين على الفشل ديالو من المدرب اللي جاب. اللعبه كيبقاو اللعب ماشي مشكل، المشكل كيكون في المكسب وفي المدرب. المكسب 90% و10% ديال المدرب. علاش بنزرتي مالو؟ مدرب فاشل، حيت شرف بحال واحد فيتش. هذا هو الرجاء، خاصه مدرب يكون شاب بحال المدرسه ديال الرجاء، بحال ابو شروان، بحال المباركي، بحال واحد المجموعه ديال اللعابه ديال الرجاء ديال المدرسه ديال الرجاء اللي خداو ديبلومات كما كنشوف في الفروق الكبرى.